احنا نفوز اخر يوم نقول ان البي دي طبعا احسن حاجه في الدنيا ومفيش كومبليكيشن والدنيا بيس. ف بس احنا حاطين الحضري في الاخر مش عارفه ليه كان اختيار مش موفق الحقيقه. انا بزعل قوي الحقيقه لما بتجي حاله متحوله من اي مكان والنيفروجيست اللي محاولها مديها فكره ان البي دي ده حاجه وحشه جدا وان في النهايه لازم في بروتونايتس وان العيان هيخش في انفيكشن وهيخش في سيبتيميا وهتضاي. يعني بيجي لنا حالات كتير قوي بالكونسبت ده وللاسف اللي بيوصلها لها النيفروجيست. فيعني اتمنى ان احنا في نهايه اليوم الناس تكون يعني شافت البي دي ان هو كل كومبليكيشن كان بريفنتبل ان التكنيك سهل جدا وان الدنيا افيلبل وان احنا ممكن فعلا امبلانت البي دي في كل حته ونعمم البي دي على وسط مصر. ان شاء الله انا هتكلم معاكم على الانفيكشن كومبليكيشن او بي دي. اول كيس معانا ده بيشنت على سي اي بي دي دوينج ويل ريجاردنج هيز دايلسيس بريسكريبشن. هي نوتس بريدنس ات ذا كاستر اكزيت سايت ويز باس ديسشارج هاو تو سولف ذيس بروبلم. طبعا لما جه العيان وعملنا له اكزامينشن ده المنظر سوري عشان المنظر ده الاكزيت سايت بتاعنا زي ما احنا شايفين ده التانل تمام والواضح هنا الريدنس والبريلانت شارج اللي موجود حوالين الاكزيت سايت. فطبعا ده اكزيت سايت انفيكشن. Exit site infection ده عبارة عن the presence of perineal discharge with or without erythema, tenderness, edema, and granulation tissue of the skin at the castor epidermis interface. ممكن يطول ويبقى for more than 4 weeks ويتحول لـ chronic exit site infection ويبقى في حواليها crusting and scaling. ده منظر الـ chronic exit site. تمام؟ ازاي أعالج القصة دي؟ طبعًا هي القصة دي preventable من الأول زي ما شفنا مدام جيهان ورتنا احنا ازاي العيان لازم ديلي يغير على الاكزيت سايت وازاي يعمل كير للاكزيت سايت والدريسنج اللي بيحطه عليه. وطبعا لو العيان دخل اخذ شاور او حصل اي مشكله لازم يغير على الاكزيت سايت ويحط استرايل دريسنج عليه. فلو القصه سيمبل وايرلي ريسيما بس ممكن القصه تتحل بان العيان يعمل ديلي دريسنج توايس بجود اكزيت سايت كليننج وتوبيكال تريتمنت مع اللي هو الميمبرسين. كل الجايد لاينز دلوقتي بتريكومند اليوز اوف ميمبرسين. كنا زمان بنستخدم الجنتامايسين هو ستيل برضه ريكومند وفي ترايلز كتير قالت مفيش فرق بينهم. يستخدموا ديلي بالدريسنج وتبقى افيشنت قوي ان هو يعالج الاكزيت سايت الموجوده. لكن طبعا لو العيان اجنور الدنيا والموضوع اتطور شويه ودخل في بيرينس تشارج في الحاله دي ماست لازم اخد سواب طبعا من الاكزيت سايت وابعته في الكالتشر اند سنسيتيفيتي وابدا امبيريكال تريتمنت بالاورال امودستيلين او فيرست جنريشن فالوسبورين لحد ما يطلع لي الاكزيت سايت واشوف الاورجانيزم اللي عندي ايه ودي البروبر تريتمنت. ده منظر الكرونيك اكزيت سايت انفيكشن بدا يبقى فيه جرانيوليشن تيشو وبدا يتكون نيو جرانيوليشن بدا زي ما شايفين دي الانترنال كاف بدات تطلع بره وتخرج من الاكزيت سايت. وانس دي خرجت نقدر ان انا اعمل لها ريبرودكشن تاني لازم اعمل لها شيفنج. لو الكاف بدات تخرج بره الاكزيت سايت وظهرت ماست ان انا اعمل لها شيفنج واشيلها واستغنى عنها خالص. مش هينفع ان انا اتعامل معاها تاني لانها هتبقى هاربرنج انفكشن وهيحصل ريكارنس تاني للانسايد انفكشن. الكيس الثانيه اللي معانا ده عباره عن ميل بيشنت على سي اي بي دي فور ذا لاست يير كومبليننج اوف ريتنس بين ات ذا بي دي كاستر اكزيت سايت ويز لوكالايزد سويلنج ات ذا انتيرور ابدومينال وول اوفر ذا تانل اند باست ديسشارج فروم ذا اكزيت سايت وين ابلاينج بريشر او اعمل سكويزنج يعني اوفر ذا تانل بيخرج بس. How to manage this patient. ده المنظر طبعا في زي ما احنا شايفين الكاف بقت اكسترود بره من كتر الانفلاميشن والاديما اللي موجوده وفي سويلنج موجود على الانتيريور ابدومينال وول. فطبعا ده ايه؟ تانل انفكشن. بين and tenderness, erythema, induration or any combination of these over the subcutaneous pathway of the castor, virulent discharge from the exit site with pressure of the tunnel. لما بضغط على التانل بيخرج باص من الاكزيت سايت. Often it's associated with exit site infection. دايما بيبقى فيه زي ما شفنا في الصوره الاكزيت سايت بيبقى دايما ايه associated مع التانل انفكشن. But some cases بيبقى فيه occult tunnel infection. The diagnosis of tunnel infection لازم ابقى confirmed بالالترا ساوند بس احنا طبعا مش افيلبل عندنا ان احنا نعمل الترا ساوند علشان احدد الليكيوليشن او فلويد لان دي طبعا باد ساين. لو انا لقيت فيه ليكيوليشن او فلويد جوه التانل موجود حوالين الكف دي احيانا بتبقى انديكيشن ان انا اشيل الاسترا. التريتمنت اوف تانل انفكشن طبعا اكوردنج تو ريزلت لازم اعمل سواب وكالشر في الحاله دي وادي انتي بايوتيك لمده 2-3 ويكس اند كونسيدر كاستر ريموفل لو ما حصلش امبروفمنت مع الانتي بايوتيك بتاعتي. بيشنت كان بي شيفتد تو هيمو دايلسيس انترميتنت يعني لحد ما ادي العيان فتره ريست بعد ما ادي بروبر انتي بايوتيك ممكن ارجع اعمل ري انسرشن تاني كاستر وابدا بي دي مره ثانيه. فطبعا زي ما احنا شايفين ان الاكزيت سايت والتانل انفكشن مش حاجه سهله ممكن تنتهي بان انا اشيل القسطره واحول العيان مره ثانيه على هيمو دايلسيس واوقف البي دي.
فطبعا القصه ايزي بريفنتبل ان انا اعمل ديلي دريسنج وان انا اغير على الاكسرسايز كل يوم معين العيان بتاعي اعلمه ازاي يعمل كير. وقلنا قصه الجراب وقصه الكولوستومي باج كل الحاجات دي بتقلل الريت اوف انفكشن. بعد كده بقى معانا الانمي بقى بتاع البي دي اللي الناس كلها بتتكلم عليه وبتخاف منه. فيميل بيشنت على سي اي بي دي كومبلينج اوف سادن اونست اوف ابدومينال بين فيفر تيربيد او كلاودي درين ويز بور اوت فلو هاف ا هيستوري اوف امبروبر كاستر هاندلنج وان داي بيفور ذيس كومبلين what is the cause for this complaint and how to manage. طبعا لما جت لما يجي العيان وبعمل دوره لازم اشوف الدايزيت بتاعه شكله عامل ازاي. زي ما احنا شايفين في عندي تو باجز فور كومباريزون واللي في النص طبعا ده ايه كلاودي افلنت او كلاودي اكزيت. من ضمن الحاجات اللي احنا بنعلمها العيان ان هو ديلي لازم يشوف الدرين بتاعه ويبص عليه ويتاكد هل هو كلير ولا بقى تربل. ازاي بنعلمه؟ طبعا زي ما شايفين الباجز كان زمان عندنا باجز عليها كتابه كده زي الواضحه دي كده. فوانس هو شايف الكتابه دي واضحه وكلير كده قدامه يبقى ده كلير ايه دايليزيت. بدات الكتابه تختفي والفلويد معتم مش شايفه اللي وراه ده ايه بقى تربد او تربد افرنت تمام. او ممكن يحطها في قدام النور لو شايف النور وراها في كذا طريقه او في ممكن يحط جرنان او اي حاجه فيها كتابه ورا الباك ويقدر يقارن هل هي فعلا تربد ولا لا. وده برده نفس المنظر كلاودي افرنت. ففي الحاله دي بشخص اكيس البروتونيتس. عشان اشخص بروتونيتس محتاجه 2 من 3 دول لازم يكونوا موجودين عندي سيمبتومز اند ساينز اوف بروتونيال انفلاميشن اللي هو البين والتندرنس والجاردنج اب تو ريباوند تندرنس البروتونيال فلويد ليوكوسايتوز ان انا باخد سامبل من الدايلازيد اللي خارجه عندي ده وببعتها المعمل وبطلب منه بليز فور وايت سيل كاونت الاقي اكتر من 100 سيل بير كيوبيك مليمتر واتليست 50% اوف ذيس ليوكوسايتس ار بوليمورف نيوكليير نيتروفيلز. وطبعا الكالشر طبعا الكالشر بتاخد وقت على ما تطلع وانس في بوزيتيف كالشر فور دايلزيد اي كان اي دايجنوز بريتنايت. ففي الغالب احنا بنعتمد على اول اثنين العيان بيجي تيبيكال ساينز اند سيمبتومز مع كلاودي اكزيت باجي واخده سامبل على طول من الدايلزيد وابعتها للمعمل يحللها فور ليوكوسايت فور ليوكوسايت كاونت والديفرنشال بتاع الوايت بلاد سيلز. طبعا في اسباب ثانيه ممكن نلاقي اذر وايت بلاد سيلز في الدايلزيد. طيب القصه ان احنا المفروض ان الكلوز سيستم الدنيا كلها كلوز مفيش اي بريك للباس واي عشان ادخل الاورجانيزم لكن طبعا بالاوبن سيستم او السيمي كلوز اللي احنا بنستعمله فممكن طبعا وارد جدا ان يحصل انفكشن مع اي غلطه او اي مشكله. فايه الروتس اللي ممكن يخش فيها الانفكشن جوه البروتونيه؟ ممكن انترا اليومنال عن طريق امبروبر تكنيك ده بيبقى اكسس البكتيريا ان هي تخش عن طريق الكاستر وانا بوصل الحربه بالبوتل او انا بوصل التيب بتاعت القسطره بالواي شيب كونكتور ده وارد ان يحصل كونتامينشن من السكين بتاعي او من اي حاجه ويدخل انفكشن وبرده وانا بفتح الحاجه والادوات طبعا متعرضه للهواء فطبعا وارد ان يحصل انفكشن. ممكن بيري اليومنال تبقى بكتيريا موجوده جوه على السكين سيرفيس وتخش جوه البرنيال كافيتي عن طريق التراك بتاع الكاستر الاكسسايت والتانل. ممكن ترانس ميورال من الابدو نفسها من خلال الباول وول. كان عندي حاله دايما تقول لي انا كل ما يجي لي اتاك كولايتس الاقي ان الاحظ ان دخلت البروتونيتس وبقى الدايزيت بتاعي كلاودي. ففعلا لو اي كولايتس اي كوليسيستايتس اي اوفريان سيست فيها انفكشن ممكن تنقل الانفكشن للبروتونيال ميمبرين وتدخل العيان في البروتونيتس. طبعا هيماتوجينوس ده رير قوي انه يحصل بروتونيتس عن طريق البلاد. وممكن ترانس فاجينال لو عندها الفيميل كومبليكيشن وانفكشن تمام. طبعا لازم عشان اشخص بروتونيتس احنا اتفقنا ان احنا الافيلبل الكالشر بياخد حوالي من 7 ايام لاسبوع او 10 ايام عشان تطلع ريزلت فمش هستنى لحد الكالشر ما يطلع عشان اشخص. فانا دايما بعتمد على الايه الكوليكشن سامبل اللي انا باخدها او العيان بيجي لي بالتيبيكال سيمبتومز وسايز وابعتها فور ايه ديفرنشال ووايت بلاد سيل كاونت. لازم ان السامبل اللي انا باخدها دي طبعا المعمل بيعملها سنتريفيجيشن ويحللها لازم تبقى الدول تايم اللي هي موجود فيها الدايلزيت جوه الابدومينال كافيتي ما تقلش عن من ساعتين لاربع ساعات تمام. لكن لو العيان جاي لي وعامل درين قبل ما يجي ومفيش دايلزيت جوه بضطر ان انا اخليه عندي وادخل دايلزيت جديد وهسيبه جوه مش اقل من ساعتين عشان اقدر اخد سامبل واحللها تمام. بعد كده البريفرال بلاد كاشر مش نسيسري لان هي تبقى لوكال بروتونايتس او زي ما بنسميها ما بقاش وصل بكتريميا وسيتيسيميا فرير قوي ان انا الاقي فيه في البريفرال بلاد اورجانيزم. انا بعتمد دايما على الدايلزيت فلويد اناليسيز وكالشر انسنسيتيفيتي. الموست كومن اورجانيزم يعني زي ما احنا شايفين كده القصه كلها كونتامينيشن عن طريق السكين والاحتكاك بتاع الحاجات بالانفايرمنت حواليا. طبعا الموست كومن
اورجانيزم هي الجرام بوزيتيف اللي هي الكواجيليز نيجاتيف ستاف ده سكندري تاتش كونتامينيشن تمام دي بتبقى دايما بتبقى مايلد برونكايتس بتبقى رابيدلي ريسبونسيف الانتي بايوتيك بتريزولف بسرعه جدا مجرد ما بدي الانتي بايوتيك لكن طبعا لو دخلت في ستاف اورز او سودوموناس فطبعا دي بتبقى يوجوالي بيبقى في معاها اكزيت سايت انفيكشن او فاينل انفيكشن ودي بتبقى ريزيستنت قوي في التريتمنت وبتاخد ديوريشن على التحسن وممكن تنتهي ان انا اضطر اشيل القسطره لو هي ريزيستنت للتريتمنت ممكن برضو جرام نيجاتيف نان سودوموناس جرام نيجاتيف اورجانيزم عن طريق التاتش كونتامينيشن او الاكسايد انفيكشن او الترانسبيورال مايجريشن من الكونستيبيشن او الكلايتس زي ما قلنا ممكن يبقى الاقي اكتر من اورجانيزم بتبقى بولي مايكروبيال تمام طبعا السودوموناس من الحاجات الغلسه قوي اللي ما بنحبهاش لانها بتبقى ريزيستنت وبتبقى ديفيكالت تو تريت التريتمنت اوبورتونايتس طبعا وانس انا لقيت اوبورتونايتس لازم ابدا التريتمنت في عندي نان مايكروبيال ميجرز ان انا بدي هيبرين ان الريت اوف كاستر ديسفانكشن والكواجيليشن اللي بيحصل عالي فممكن العيان يجي بنون فانكشن كاستر مع البروتونايتس فبحق انهبرين وطبعا العيان بقى في اجونايزنج بين فبديله انالجيزك عشان البين كنترول تمام وطبعا احنا اتفقنا ان زي ما قلنا وشيرين قالت ان اثناء البروتونايتس بيحصل تشينج في الممبرين بروبرتيز العيان بتاعي بقى الفاسكولاريتي بتاعته عاليه قوي نتيجه الانفلاميشن فبيبقى هاي ترانسبورتر بيبقى الالترا فلتريشن عالي فطبعا لازم اراعي في القصه دي وكمان الجلوكوز لو انا بستخدم محلول فيه جلوكوز تبقى جود ميديا عشان الانفكشن ان هي تزيد وكده فالافضل ان انا استخدم ايكودكستران في الفتره دي واراعي طبعا الايه الالترا فلتريشن بتاع العيان الجايد لاينز بتاعت الاي اس ان طبعا قالت ان احنا بنبدا طبعا امبيريكال على طول اول العيان ما بيجي انشيت امبيريكال ثيرابي ان انا لازم اكفر بوز جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف كفرج for prevention of fibrin occlusion ادخل هيبرين زي ما اتفقنا عشان احسن الفانكشن بتاعت القسطره وبعد كده البروتوكول عندنا ان هو ان احنا بندي الفانكومايسين ممكن ادي فيرست جنريشن كيفالوسبورين او فانكومايسين تو كفر جرام بوزيتيف لكن احنا عندنا البروتوكول احنا بنشتغل بالفانكو والريزلت بتاعته معانا هايله والجرام نيجاتيف كفرج بدي اللي هو الامينو جلايكوزايد او ممكن ادي فيرست جنريشن كيفالوسبورين واحنا عاده بنستخدم الامينو جلايكوزايد عندنا بنبدا امبيريكال زي ما اتفقنا لحد الكالشر ما بيطلع الريزلت مش اقل من 2 3 ويكس اللي ممكن اكرر الدوز ثاني طبعا الدوز هنشوفها مع بعض لانها مش بتبقى ديلي فممكن نكرر الدوز بعد 5 ايام تمام انتر هنقول اه تمام الطريقه اللي انا بدي بيها الانتي بيوتيك طبعا ممكن ادي اي في ممكن ادي انترا بروتينيال الانترا بروتينيال او الانتي بيوتيك طبعا بريفيرد كل الجايد لاينز بتفير الانترا بروتينيال اوفر الاي في لان طبعا زي ما قلنا الانفكشن تبقى لوكالايز ما بتوصلش للبلاد ستريم البكتيريميا رير قوي ان هي تبقى موجوده اقل من 1% وطبعا ان البيشنت اوت بيشنت ممكن العيان بتاعي ده هوم دايلسيس فانا مش هيجي لي كل يوم عشان ادي له اي في انتي بيوتيك او اعمل له ادمشن واعرضه لريسك انفكشن عشان اعالج بروتونايتس فهي اوت بيشنت بيزس فممكن سهل قوي ان انا بعلم العيان ازاي يعمل انجكشن في اللاين وازاي يحقن نفسه وازاي يعمل انجكشن للانتي بيوتيك انترا عشان كده احنا برضو البروتوكول عندنا مضمون ان احنا دايما بندي الانترا بوتنيال ادمنستريشن وكل الجايد لاينز بتريكومند الانترا بوتنيال عن الاي في الانترا بوتنيال انتي بايوتيك كان بي جيفن في طريقتين بندي بيهم الانترا بوتنيال انتي بايوتيك في حاجه اسمها كونتينوس او انترميتنت يعني ايه كونتينوس يعني معناها ان انا العيان بتاعي بيعمل كام دول في اليوم حوالي 4 ل 5 دول في اليوم مع كل الدول ادي دوز انتي بايوتيك ايه مع الدالزيت وهو داخل تمام لكن الانترميتنت ان انا بدي دي وانس انجكشن مره واحده بس بالانتي بايوتيك ولازم اتليست اسيبه جوه الابدومين مش اقل من 6 ساعات واحنا البروتوكول بتاعنا احنا بنستخدم الانترميتنت مش الايه مش الكونتينوس تمام طبعا الجايد لاينز والستات اتعملت كلها قالت مفيش فرق ما بين الاثنين او الاثنين تكنيك في الانتي بايوتيك يوز طبعا لما الكالشر بيطلع فبيطلع عندي الاورجانيزم وزي ما احنا اتفقنا الديوريشن اللي هنشتغل بيها قد ايه لازم ادي انتي فور 3 ويكس وبموديفاي الانتي بيوتيك اكوردنج للكالشر طبعا كل الجداول دي موجوده في الجايد لاينز مش هنطول عليكم فيها عشان ما اوجعش دماغكم لو ستاف اورس لو العيان بتاعي بولي مايكروبيال هعمل ايه والديوريشن اللي بستخدمها قد ايه للانتي بيوتيك ولو هو سودوموناس تمام او كالشر نيجاتيف بروتونايتس ممكن يكون في اذر كوز للبروتونايتس العيان ممكن يبقى مش مايكروبيال او بروتونايتس ممكن يبقى فانجل بروتونايتس طبعا دي انديكيشن فور كاستر ريموفال فبتبقى غلسه قوي في علاجها ممكن ادي ترايل ان انا ادي انتي فانجل تريتمنت لمده 10 دايز لو طبعا العيان ما اتحسنش بضطر ان انا اشيل القسطره لو في مايكوبكتيريا انتي بي بدي انتي تيوبركل دراج تمام ده الجدول بتاع الانتي بايوتكس والدوز بتاعتها لو انا بستخدم انترميتنت الدوز بتاعتي
لكل الجنريشن بتاع الانتي بوتيك اللي انا بستخدمها او لو هستخدم كونتينوس. واتفقنا ان احنا بندي في دمنهور الانترميتنت تكنيك. ممكن اسباب تانية الاقي فيها كلاودي افرنت، ممكن حاجه بسميها ايزينوفيلك بروتونايتس، ممكن اعمل وايت سيل كاونت الاقي العيان عنده الايزينوفيلز هي العاليه مش البوليمورف، وده بيبقى دايما بعد الانسرشن بتاع القسطره بيبقى رياكتيف ايزينوفيلك بروتونايتس، ودي سيلف ليميتد كونديشن ما تحتاجش تريتمنت وبتبقى بتعدي، بيبقى رياكشن من تركيب القسطره لانه فورم بودي داخل جوه ممكن يعمل زي الرجيك رياكشن كده بنسميه ايزينوفيلك بروتونايتس. الكايلوبروتونيوم اتكلمت عنه رحمه بالتفصيل. وفي حاجه برضو العيان ممكن يجي لي يشتكي لي ان انا الصبح لما باجي اخرج بلاقي المحلول بتاعي لونه غامق وبالمنظر ده كده، ده بسميه ان هو القصه ان الفلويد قعد جوه فتره طويله، ان هو حط دايلازيت في الليل ونام بيه حوالي 7 او 8 ساعات، اما الصبح يخرجه بيلاقيه ايه غامق بالمنظر ده كده. ده بعمل وايت سيل كاونت بلاقيه نورمال، ده حاجه فيسيولوجيكال طبيعيه لانه كونسنتريتد ومليان سوليوت فبيبقى منظره بالمنظر ده. طبعا بعمل ري اشورنس للعيان بتاعي وبقول له ان دي حاجه طبيعيه مفيش مشكله خالص، ما يقلقش منها ما دام في سيمتومز مش ابدومينال البين مفيش فيفر، فدي حاجه طبيعيه. طبعا وانس بيجي العيان بروتونايتس القصه سهله ان انا ادي انتي بايوتيك واعالجه وزين 24 اول العيان بيريزولف ويبقى كويس جدا، بس الفكره ان انا لازم اوقف يعني ما اخليش العيان ياخد الانتي بايوتيك وروح، لا احنا بنقف ونعمل ريفيو لكل التكنيك بتاع العيان من اي تو زد، لازم براجع تاني العيان شغله عامل ازاي وبشوف الدنيا فيها ايه، لازم اطلع الديفكت فين. احيانا بيبقى فيه ديفولت في التكنيك، ممكن يبقى فيه مشكله في العيان نسى غير حاجه بيحط حاجه قبل حاجه، ينسى يغسل ايده، ينسى يعمل رابنج بالالكحول، بنكتشف حاجات يعني لازم نعمل ريفيو تاني للتكنيك تاني. وممكن ابدا اعمل ري ايدوكيشن بروجرام تاني من الاول جديد كان العيان ما اتعلمش حاجه خالص معايا من الاول. ممكن بعض العيانين بنكتشف ان هو الشخص اللي بيغسله غيره من نفسه، اختلفوا مع بعض حصل اي مشكله جاب حد تاني يغسله هو اللي علمه، فطبعا مش اكسبت ده يحصل، احنا بننبه العيان ان احنا ممنوع حد يغسل غير الشخص اللي احنا علمناه. في حالات طبعا بتغلبنا لغايه ما نوصل للمشكله، يعني في حاله مره اضطرينا ان نوصل لان احنا نعمل هوم فيزيت عشان نشوف الدنيا فيها ايه، كل شويه ريكارد مونتايز ريكارد مونتايز الديفكت فين، هو بيجي يشتغل عندي 10 10 مفيش اي مشكله خالص، اضطرينا نروح هوم فيزيت عشان نشوف الدنيا فيها ايه والمشكله فيها ايه، لقينا الدنيا في البيت ما تنفعش تماما، يعني المكان مش مناسب والشغل في البيت مختلف تماما عن الحمام في حته والاوضه اللي بيغسل فيها في حته والدنيا بعيده خالص. فطبعا بتاخد مجهود مننا لغايه ما نوصل للديفكت فين. حالة مرة غلبتنا برضو قعدنا ندور ونراجع ونشوف الدنيا فيها ايه، اكتشفنا ان الحالة بتشيل الكاب بتاع القسطرة بسنانها، بتحط بقها وتشيل الكاب لانها بتقدرش تشدها بايديها، فطبعا يعني حاجة محدش يتخيل هي ممكن تعملها اصلا يعني. فالقصة بس ان احنا لازم نراجع تاني السيستم بتاعنا ونشوف الدنيا فيها ايه. واتمنى ما اكونش طولت عليكم وشكرا.